موجز أخبار العاشرة من الأو تي في، أهلا بكم. تجرى اليوم الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث تبدأ بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري عند 10:30، ثم رئيس الحكومة السابق النائب سعد الحريري، ورئيس الحكومة السابق تمام سلام، ونائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزلي. كما تجري الاستشارات النيابية مع الكتل النيابية تباعا والنواب المستقلين. أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري أن تسير الأمور في الاتجاه الإيجابي بما يفضي إلى تشكيل حكومة إنقاذية للبلد. وفي حديث صحفي لفت بري إلى أن ما نأمله هو ألا تطول فترة التأليف، بل نتمنى الخير والتوفيق في مسعى التأليف والتعجيل بحكومة نريدها أن تولد اليوم قبل الغد، لتبدأ مهامها في التصدي للأزمة الخانقة التي تعصف بالبلد. وإن شاء الله خير، ختم بري. أشار عضو تكتل اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله إلى أن الخيار هو بين حكومة إصلاحية إنقاذية وبين الفوضى الكاملة والعتمة والفقر والمرض والهجرة. وأكد في تصريح عبر تويتر أن كل من يعرقل تأليف الحكومة ولا يسهل مهمتها في وقت الانهيار، ومهما كانت مبرراته وحساباته، سيكون متهما بالتآمر على لبنان وبقائه وديمومة كيانه، مشددا على أن مطلوب تغليب الحس الوطني وإرساء منطقة تسوية. أمنيا، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان بأن دورية أوقفت في محلة الأشرفي جادة بيير الجميل السوريين ميم لام وألف عين وخاف ميم واللبناني زين ميم لتأليفهم عصابة محترفة لتهريب الأشخاص بين لبنان وسوريا، وضبطت سيارة كان يستقلها السوريون ولا يحملون أي مستند يثبت ملكيتهم لها. وبتفتيشها عثر على هويات وجوازات سفر ومستندات عائدة لأشخاص سوريين آخرين، بالإضافة إلى كمية من حشيشة الكيف وعلبة تحتوي على 45 طلقة مسدس عيار 9 ملم وهواتف خلوية ومبلغ من المال. ولفتت إلى أنه بناء على إشارة القضاء المختص، تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المديرية العامة للأمن العام. بهذا نختم موجز العاشرة، نعود إلى زميلة ميري لمتابعة يوم جديد.